مرحبا، اهلا وسهلا بكم بفيديو جديد على قناتي. اليوم راح نسولف عن واحدة من برامج التسعينيات اللي كانت تظهر على التلفزيون. يعني واو، البرامج اللي كانت تظهر بالتسعينيات بداية سنة 2000، يعني 2001 2002، هذه الفترة هي فترة إهانة النساء حرفيا. البرامج عبارة عن تقييم النساء، تقييم اجسادهم، تقييم الوجه، عمليات تجميل، مسابقات بس لعمليات التجميل، وبالنهاية راح تفوز واحدة وراح يكافئوها بمبلغ ما يستاهل الإهانة. بس هي المشكلة مو مشكلة البرنامج، هي مشكلة النساء اللي يقبلون على نفسهم انهم يتعرضون لهذه الأشياء. واليوم البرنامج راح يكون باسم أجمل جسم وأقبح وجه. إذا حابين تعرفون تفاصيل حلقة اليوم تابعوا الفيديو للنهاية. البرنامج اللي راح نسولف عنه اليوم من التسعينيات وبداية الألفين باسم مس باتافيس. Right, our first contestant is Stacy. She's going to walk out here, parade around with a bag on her head. Well, I got to say, I know that she shaves her private region. I like her tattoo, gives you something to look at. Now, Stacy, take off the bag. Here we go, and let's see the face. المهم النساء راح يلبسون ملابس سباحة وكيس ورقي يغطي رأسهم ويعرضون الجسم بالبداية، والحكام يقيمون جسدهم. أول شيء يقيمون جسدهم من 1 إلى 10، أكيد لما توصلون لعشرة فهو هذا الجسد المثالي، وبعدها راح يبعدون الكيس عن رأسهم لحتى يعرفون هذه الامرأة لأي مدى قبيحة مقارنة بجسمها. يعني مثلا إذا جسمها يأخذ 10 اللي هو مثالي، فمن المفترض وجهها ياخذ 10. 10 مو معناتها انه هي حلوة، معناتها انه وجهها قبيح. والهدف من هذا البرنامج مثل ما ذكرت هو ايجاد امرأة صاحبة اجمل جسم واقبح وجه. وطبعا هذه المسابقة كلها الفائز راح ياخذ ما يقارب 25,000 دولار، بس هذه الاهانة كلها بسبب الفلوس. And you give him a score of 1 to 10, 10 being the worst head, the worst yes. face. All right. So theoretically, the perfect butterface would score a 20. All right. هذا البرنامج يتم تقديمه من قبل شخص باسم هاورد ستيرن. مشاكله لهذه الشخصية لغاية الآن موجودة، وهو عبارة عن عنصري يحب إنه هو يتكلم عن النساء، أجسادهم، وجههم. لغاية هذه اللحظة حتى بعد انتهاء البرنامج بس هو يتصرف على إنه هو مثالي لأن هو رجل ويقدر إن هو ما أعرف شو أقولكم الموضوع، بس حرفياً هو يقلل من النساء بس لأن هو ثري وثري بس. هاورد هذه الشخصية الغريبة هو شخصية إذاعية مشهورة ومشهور من فترة طويلة، وأكثر شيء يحبه ببرامجه إن هو يتخطى الحدود ويصير مقرف. البرنامج موجود على أغلب المواقع وعلى اليوتيوب، بس أكيد ما موجود مترجم. راح أحاول أنه أنا أترجم لكم مقاطع اللي راح تكون موجودة بهذا الفيديو، بس ما أنصحكم أنه أنتم تبحثون يا لأن أنا راح أغبش على الصور والفيديوهات. وراح نبدأ أعرض لكم أجزاء ونتكلم عليها. Our first contestant is Stacy. She's going to walk out here, parade around with a bag on her head. Here's a little bit about Stacy. Let's all gather around and learn some personal information about Butterface Stacy. I would rate my body at 10. I would rate my face 4. The thing I'd like to change about my face would be the dark circles under my eyes and the pale face. People have called me raccoon eyes. People have never told me I've celebrity. Okay then, that's Butterface Stacy. I'm looking at a beautiful body. I don't know what's under the bag. We're not going to evaluate that yet. The body is awesome. ذكركم أو حسسكم بشي هذا المقطع؟ بالنسبة لي حسسني بشعور بيع النساء، كأنما عارضين امرأة وقاعدين يتاجرون بيها، والجمهور يصيح كأنما حلبة مصارعة، يصيحون ويشجعون و من فعلين بالموضوع. البرنامج معادي للنساء بطريقة مخيفة، بس أغرب شيء أنه هذا البرنامج بيوم ما
انعرض على التلفزيون وتم تصويره في فيغاس. اللي ما يعرف شنو هي فيغاس، فهي معروفة انه فيغاس اوسخ مدينة بامريكا، اوسخ مكان بامريكا. انتم ملاحظين الاشخاص اللي قاعدين ينطون ملاحظات ويحكمون على جسد البنات اللي موجودين بهذه المسابقة؟ يعني سوري بالسؤال، شنو هي مؤهلاتكم لهذا البرنامج؟ شلون قدمتوا صرتوا من ضمن الحكام؟ بالنسبة لي اعتقد ان مؤهلاتهم هي شهادة الولادة فقط. Yeah. I like her. I like that too. Gives you something to look at. She's tan. She does a little bit of tanning. I'm gonna say she's that body's a 10. All right, there's another 10. Robin Quiveridge. She's got the body I would want. That's a 10. Ralph Sorella, very hard to put. I want that body too. She's hot. 8. An 8. That's very good for Ralph. Go ahead, Baba Booey. She's good but not perfect. I give her a 9. Very good. Fred Norris, you rarely heard from. Go ahead. On a personal level, a 9. And Artie. Going with the theory that there's no 10s in the world, that's a 9. حرفياً أشكالهم مقززة ويتكلمون بطريقة مقززة عن البنات. Please يعني. We take off the bag. Here we go, and let's see the face. لاحظوا كأنها حاطة باودر أو شيء على شفتها لحتى تكون بشكل تعبان. بس المشكلة إنه هي حلوة، شكلها كأنها موديل. بس هي متعبة نفسها بالمكياج. Stacy, it's got to be hard when the crowd starts. هذا الشخص يمثل انه هو راح يتقيأ لان شاف هذه البنت انه اوه ماي جاد راح يتقيأ لان شفت هذه البنت المحلوة. انت شفت شكلك؟ شو قاعد يصير بهذا البرنامج؟ No, not really. How did you end up here in the Butterface? Did some guy tell you about it? No, actually, my friend Candace entered me into it. لحظة، صديقتها هي اللي خلتها تشارك. هذه لو صديقتي فوجهها أكيد راح يكون منور بصفحة الوفيات. Too much. I think her face really isn't that bad. I think you got a little makeup. You're going to be close to really, really good looking. I'm going to have to give you a 4. Yeah, sorry. I think you're too pretty for this contest. A lot of makeup. I think she's very pretty. I'm sorry. Robin, go ahead. Yeah, I don't think you're unattractive at all. I think you're, you know, girl next door cute, so I'm going to say... What next door? A 4. You're giving her a 4. She's too pretty. What are you living next to, Robin? What do you think of the face? 10 being the worst face on the planet. She kind of looks like one of those elves from Lord of the Rings. but would you, like, is it a high for bad or... High for bad. High for bad. I would say... I'm going to give her another 8. I could do some work with that face. I'd give her a 6. I mean, you have to... How would you do some work with her face? Give her some makeup and a good haircut. Bianca, to remove the bag and let's see your face. Let's see what it looks like. Oh, my God. Bianca. Oh, my God. I think we have a winner. Stop that. وين الشيء القبيح بيها؟ من أي زاوية تشافيها قبيحة؟ بس بشرتها كافية، بشرتها تلمع، الجمهور أعتقد مأجريهم بس لحتى يبالغون بردة فعلهم على كل شيء، على كل المتسابقات. She looks a little like my 7th grade science teacher and his name was Mr. Molinari. شبهها برجل والكل يضحك. كأنه هذا برنامج إهانات، تقليل للذات وبس. And Robin? Yeah, I would say 5-6 compared to the other What girls. What is it, a 5 or a 6? Yeah, yeah. 6. Artie? I've been with a lot of 2s, and they don't look like that. I gotta give her a 6. And Fred? I think it's a 3. Remember, a 10 would be a great body, so not high scores. Let's remove the bag and see if he can make up for it. I can't take anymore. أحس البنات اللي شاركوا أكيد جتهم لحظة إدراك، بس بالنهاية لما ينزعون الكيس والناس تصرخ ويمثلون إنهم يتقيؤون والكلام اللي يسمعوه من الجمهور والكلام اللي يسمعوه من الحكام على إن هي قبيحة ويتقيؤون أوه ماي جاد شنو هذا القبح، الجمهور عبارة عن ناس مريضة اجتهم فرصة يطلعون غضبهم وكراهيتهم
على ناس ثانية من خلال هذا البرنامج. I just gotta say, if her body was as good as some of these other girls, we'd have a winner. That's a man. We could stop the show right now. She looks like Henry Hill. Cindy says she wishes she had smaller ears. Yeah, you know, you should see her without the headphones on, Howard. We were calling her in the office, we were calling her Prince Charles. Wow. Ah! Whoa. Oh, my God. I guess you never had braces. Let's see that smile. Smile. Give us a smile. Smile, Penny. Come on, give us a big one. It's for $25,000. Give us a big smile. It'll help. Oh, boy. Oh, can I go? That is an 11. Ralph, what do you give her? 11. No, on a scale of 1 to 10. 10. All right. Please, look at her teeth. Look at her face. All right, let's go to Gary. She's like a jack-o'-lantern. I give her an 8. Let's go to Rob Schneider. I got to say, those teeth are pretty scary. 9. Penny, how'd you end up in this contest? My boyfriend. He said to you, you're a butterface? Yeah. Oh my God. حبيبها. هو اللي اقترح عليها ان هي تنضم للبرنامج. اذا انت تشوفها قبيحة اصلا فليش تحاول ان انت تقترب منها او انت بعلاقة معاها؟ ليش ما تتركها؟ تجبرها ان هي تكون جزء من هذا البرنامج؟ المشكلة كمية الاهانات اللي تعرضت لها هذه البنت مخيفة. هذه الاهانات كفيلة ان تخليها بحالة اكتئاب للابد. البنت اصلا شكلها تندمت ان هي شاركت بهذا البرنامج. واضح لما نزعت الكيس عن رأسها حست بخجل، حاولت ان تغطي وجهها، بس لحظة الادراك اللي تعرضت لها متأخرة، لان قاعدين يصورون كل شيء والناس شافوها. المتسابقة اللي بعدها بعمر 49 سنة، ما اقدر اعرض لكم جسمها، بس كأنه جسمها بعمر 25 سنة، بس سمعوا شنو اللي راح يقول عنها وعن جسمها. Boy, she's like a 3. 3, she has a bad body. 10 would be the highest, so you don't like her body. Ralph? Yeah. Aren't they supposed to have good bodies? Well, it's not bad. She's got a scar in her stomach. She's a mess. I give her a 0. All right, Rob Schneider, what do you give her? I gotta say, wait a minute. She's 49. She's a 5. For 49, she's a 10. No, I give her a 5. You can't qualify you give her a 5. Rob Schneider gives her a 5. Robin, what do you give her? As Artie said, what is Star Jones if she's a 0? Right, so thank you, Robin. I gotta say, she's at least a 5. I say she's a 5 as well. I think her body is okay. I mean, compared to Star Jones, you gotta take it. Look at all that cellulite. She has cellulite, but go ahead. She got everywhere. Cement. Take off the bag, Debbie P, and let's take a look. Oh, God, look at the judges. The judges fainted. Debbie. Gasps in Debbie, the audience. Debbie. All right, let's go to Gary. Gary, what do you give her face? I got to tell you, for a 50-year-old broad, the face is not that bad. I give the face a 3. All right, a 10 would be a really bad face. So you're saying a 3. You think she looks Wait good. Wait a second, I got the score confused. Come on, don't get so drunk. No, I did. She's a 7. I'm a sorry. A 7, right. Sorry. Yeah, that's what I thought. Ralph, what do you give her? Face 10 would be bad. I don't think her face is... I think her body's a lot worse than her face. I'm going to give her face a 6. Rob, what do you say? I got to say I've had a few shots of tequila, but that face hurt me, so I'm going to give it an 8. That face hurt me. I'm giving it a 9. Go ahead, Robin. No, she's not that bad. I give that face a 7. Yeah, you know what? You're being kind. Go ahead, Artie. The worst face is a 10. Yeah. She looks a little like Lizzie Grubman. She's a 7. So I give it a 10. Oh. Go ahead, Fred. I disagree with Artie. She looks like Don Zimmer in a wig. I give her a 9. Thank you. Thank you, Debbie P. Oh, Debbie. Who's next? عندها الندوب بجسدها ببطنها، لأنه هي عتا طفل، بس أنت تسخر من هذا الشيء وتستهزئ به أمام الكل، والجمهور يستهزئون به والكل يضحك، وبعدها يقيمون جسدها على أنه هو 5/10 سيء. المفروض الناس اللي مسؤولين على هذا البرنامج يتم محاكمتهم. شكلها أصغر من عمرها حرفيا، والجمهور واو كالعادة المبالغة، ما أعرف إيش قد دافعيلهم، بس هالبرنامج للأمانة والحكام كلهم مع الجمهور أصلا شكلهم أشكال متحرشين.
goes. Take your crown, Miss Butterface. Wow. I gotta Miss tell Butterface. You. Ah, the confetti has just gone off into the crowd. Miss Butterface is taking center stage. She's got a crown. I like our winner. She's perfect. No, she's perfect. A mess. Her body's not hot. No. But now, from Hitman With that Contract. Face and that body, she's here he is, Agent 47. Yes. From Hitman to present a check for $25,000. Right. Hitman Contract. The best video game out there, presenting the beautiful $25,000 check to Miss Butterface. I'll tell you how bad. PlayStation 2, Xbox, hey now. PC. I'm here, Special Agent 47, to present to her a check for $25,000. Wow. Miss Butterface, 2004. Congratulations. What is Miss Butterface's name? Agent 47. Now, what is Miss Butterface's name? Michelle. Michelle, yeah. Agent how do you feel 47. Right now? Hey. You just won $25,000. It's the only time it pays to be ugly. You're what not is ugly. That? I give your money. Your body's a mess, Miss Butterface, congratulations. Thank 2004. You. We are excited. I want to thank everybody who participated. And you know what, girls? You're all winners. You're all a mess. Yeah. Girls, thank You're you for participating. أخيراً واحدة من البنات فازت بأقبح وجه وأفضل جسد. البرنامج من عالم موازي، كل هذا بسبب 25,000 دولار. بالنهاية هل المبلغ هذا يستحق أنه أنت تهين إنسان؟ يعني كأنما أخذ هذه الفلوس وخلي أهينك. بالنسبة للأمريكان 25,000 دولار مو مبلغ ضخم، لأن هم أصلا إيجارات بيوتهم تصل 5,000 دولار 3,000 دولار، ف25,000 دولار مو مبلغ ضخم يستاهل هذا الشيء. راح أشوفكم مقطع البنت قبل لا تفوز لما كانت متسابقة عادية وعرضوها أمام الحكام. Take off the bag. Let's see what you got. No. Oh. Oh. Wow. Wow. Much respect. Wow. You know what? How old are you, She's Michelle? What this contest is all about. Michelle, how old are you? 33 years old, and you have two kids. This face here is our first true 10. All right, there's a 10. It's a horrible Congratulations. Face. Congratulations. A mess. I'm going to give it a 9. Gary. 9. She looks like the guy who played the principal in Ferris Bueller's Day Off. انطوها 10 لوجهها. 10 معناتها أقبح شيء. أعلى مستوى بالقبح. وأحس يعني البنت انقهرت وانكسرت. ما أحس إن هي تستاهل هذا الشيء. يعني الحكام أنتوا اللي تستاهلون رقم 10 أو بالقبح، يعني حرفيا المستوى 10 بالقبح، مو هذه البنت. المشكلة البرنامج راح يستمر بهذا الشكل العديد من المتسابقات. أكيد ما راح أعرض لكم كل المتسابقات، بس هذه النبذة عن شنو هذا البرنامج يقدم. اللي سوى هذا البرنامج مو صاحي، وبسبب انه هذا البرنامج ببداية الانترنت، يعني فيسبوك انستغرام المواقع اللي من الممكن توقف هذا البرنامج مو موجودة، واغلب الناس ما كانوا يعرفون انه هذا البرنامج موجود اصلا. والحكام يمثلون على اساس انهم مثاليين. واو، ممكن اشوف شكلكم مقارنة بالفتيات اللي قاعدين تحكمون على جسمهم وشكلهم، فأنتوا لا شيء. يعني موضوع مو طبيعي. واحدة من المشاركات هي معلمة صف ثاني ابتدائي، طردوها من المدرسة بعد مشاركتها بالبرنامج وفازت ب5,000 دولار. يعني بسبب 5,000 دولار بالنهاية دمرت مستقبلها، دمرت سمعتها. هذا البرنامج والعديد من البرامج عبارة عن كارثة، كارثة. شو اللي قاعدين يسوون حرفيا؟ هذا النوع من البرامج مستحيل نشوفها بالعالم العربي، وحتى بأمريكا وباقي الدول مستحيل هذه البرامج راح تظهر بالوقت الحالي. بس ما أعرف، فترة التسعينيات وبداية الألفينات الموضوع كان مخيف.
بس بالوقت الحالي الناس صارت تخاف من الهجوم، وإلا هذول الناس والأشخاص على استعداد يسوون هذا النوع من البرامج في سبيل الفلوس، بس يخافون من الهجوم. وبس أنتوا كتبوا لي شنو أغرب برنامج أنتوا شايفيه بحياتكم، وشو رأيكم بهذا البرنامج، ومن هو الخطأ؟ هل صاحب الفكرة، فكرة البرنامج هو الخطأ، الحكام هم الخطأ، أو البنات اللي أصلاً عرضوا نفسهم لهذا الموقف؟ أنتوا حكموا، أنتوا كتبوا لي بالتعليقات شنو رأيكم، وأشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله. باي.